Américaine, Zouéna, very pretty. Hey, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Canada, très belle, hein? Canada, Zouéna. Salam alaikum. Bled dans le Maghreb, Zouéna. أمريكان عندنا رئيس وعندنا 316 مليون نسمة ولكن كل شيء منظم. إيه ميسي أوكي. إحنا عندنا في كندا عندنا بريم مينستر عندنا تقريبا 63 مليون نسمة. مي كل شيء فرحان كل شيء عايش مزيان. عندنا شلال نياجارا وأمريكان باسبور هو النمبر 1 معروف في العالم تقدر تمشي فيه في ما بغيتي. اسمح لي فادي اسمح لي نياغارا الجهة ديالنا شلال نياغارا أحسن جهة هي اللي كاينة في كندا والدليل أنكم بالأمريكان كتجيو تدخلوا عندنا كندا باش تستمتعوا بنياغارا والباسبور لكتي أمريكا نمبر 1 فإنه كندا الباسبور ديالنا كلاسي جوج يعني ما بعدش عليكم وتا هو اللي عندكم. I will speak English, American, أما كاين لونجلي ولكن صراحة إسبانيا كلغة ثانية سبين بزاف الناس هنا من أمريكا اللاتينة أنا باش كيسالو على الأمور اللغة الثانية هي سبين أولا بون إن كندا أون بارلو فرونسي لو فرونسي جو فرونس تري بيان مي عندنا إنجليش وي سبيك إنجليش أوكي ألوغ عندنا جوج لغات رسمية عندنا إنجليش أن لو فرونسي بطبيعة الحال فيريكان في ما تسي كتسمع هاي ولا اسكيوز مي ولا ام سوري الناس كلها زوينه ولطيفه وكيهضروا معاك. اسمح لي في كندا انت الانسان انت كتعرس عليه هو كيقول لك باردوني موا الناس فيري بولايت الناس عندنا مأدبين في كندا مأدبين ماشي بحال امريكان شويه كنقولوا شويه رود شويه قاصحين واخا كلهم كيسلموا اسكيوز مي اسمح لي الدولار ديال امريكا لا باه في باب شيتي كلشي كيبغي الدولار وكلشي كيعرف الدولار الامريكي وزيد عليكم شويه الدولار الامريكي ما معلقش على الدولار الكندي بزاف واحد الوقيته كاع تقادو بيناتهم شحال تقريبا 3 سنت ماشي شي حاجه اسكيوز مي امريكا فيها احسن الجامعات في العالم ما تنساش العلم الامريكان شعب دمار اصاحبي كتخدمو تقريبا 11% من الشغيله كتخدم اكثر من 50 ساعه في الاسبوع في كندا فقط عندنا حنا 4% هما اللي كيخدموا اكثر من 50 ساعه في الاسبوع لا في اصاحبي لا في كوميم با دري موا كل 1000 امريكي كيولد لينا 14 بيبي في كندا كيولدوا لنا 10 ما تنساش ما تنساش باغوني موا في كندا تقريبا الناس كتعيش 81 عام انتوما في ميريكان هو 71 عام ايه اكسكيوز مي اليسانس اليسانس راه مهم عندنا هنا الكالون دابا في ميريكان واصل 1.75 يعني دولار 75 عندنا الكالون اما في كندا فان اليسانس كيتباع باللترو يعني تقريبا كيدير 1.79 الى جينا نحسبوها من الكالون 4.50 بزاف اصاحبي الكنديين كيعرفوا على الامريكان اكثر ما يعرفوا الامريكيين على الكنديين نقطه مهمه ها الشوماج نقول لك في امريكا اون امبلويمنت اذا خرجتي من خدمتك لسبب ما وسبب يعني معقول وقانوني عندك الحق تكوليكتي يعني كيخلصوا تقريبا 75% من الخلاص ديالك يقدر يبقى تقريبا حتى العام في كندا الشوماج اذا كنت خدام وخرجت تقريبا كناخد 55% البلافون هو 50000 دولار سي جوري الو اجي تعيش في كندا سي تري جوري تاكس يعني الضرائب كنخلصوا الضرائب ولكن ماشي بحال كندا شويه زايده عندنا مي هذا الشيء باش امريكا كدير الارمي ديالها يعني العسكر ديالها اللي كتخلى تقريبا تريليون ديال الدولار وكتكون هي اقوى قوه عسكريه في العالم كما كيخسروا الفلوس على الطرقات والمدام الى ولدات كتقدر تريح في الدار وتخلص عليهم كتقدر تقريبا تريح حتى 37 اسبوع كيقدر ياخذ اي راجل يا المراه اللي غادي يقابلهم ويقدروا يقراو ويتهلاو فيهم وكل شيء فابور ماشي بحال الامريكان المراه عندها 2 ويكس تخلص مثلا 3 ويكس وتقدر تريح حتى 4 شهور ولكن ما تخلصش الهيلث الصحه الهيلث يعني الصحه مهمه في امريكا هناك كابيتاليست الهيلث هو كابيتاليست يعني
ان هناك شركات خاصه ضروري المفروض على كل شيء يكون عندك انشورنس باش كتشوف الطبيب ديالك. الدواء كتشريه بثمن مناسب ولكن حيت لاسيرونس ديالك هي اللي كتكافري ليك واحد النسبه كبيره منه. مونامي الكلام عندكم غالي او ديروا غالي المقارنه معنا حنا، ونسبه الجريمه في امريكا كثيره بزاف مقارنه مع كندا. امريكا تقريبا كتنتج اكثر من 90% ديال الاختراعات ديال الادويه الجديده اللي كياخذها العالم. وفيما يخص السمنه، يعني الناس الغلاظ، هذا المشكل كاين في كندا وكاين حتى في ميريكان، ولكن في ميريكان اكثر، راك عارف بيتزا وفاست فود وداك الشيء بزاف. في النهايه الا كنتي سينجل ميريكان احسن لك. باي باي، سي يو نيكست تايم. لي زامي بونسوار بون وي بو تو لو مون. ياو ياو، واش اخونا فينك؟ في كافي فرونس. مزيان، قويه مع راسك. كوكايترو مضوموندي كوكايترو. كيفاش البلاد واقفه؟ اسمح لي كتصور اخويا، كتصور. سير كتصور دابا ياك. كيفاش كندا امريكان؟ واش نقول لك اخويا؟ بصفتي مهاجر فهمتي، اوروبا خيتها كلها فهمتي، كندا امريكان كتبان امريكان كتبقى هي الطوب وهي الحلم ديال اي واحد كيحلم يجي امريكان. هو امريكان فيها ستريس كما كنقولوا حنا، everything on the run، كلشي مجروب فهمتي، الساعه كدور بالزربه. كندا شويه مكالمين الناس، امريكان فهمتي كلشي كيتدورو، عندهم الثقافه ديال التدويره وديال التيبس. امريكان ملي كنمشيو لاوروبا ولا كندا هما كيبغيو يدور معاهم ياك، ولكن هما كندا ما كيدوروش معنا، ما كاينش حاجه سميتها الثقافه ديال التيبس عندهم فهمتيني. وحاجه اخرى عاوتاني كتبان لي امريكان ماشي زوينه، ملي كتبغي تدخل لكندا كتدخلها بجرين كارد فهمتي، ما تحتاج ضروري باسبور. اما الناس ديال كندا اللي بغا يدخل امريكان ضروري خصو الباسبور، لا ما عندوش باسبور خصو الفيزا. واش نقول لك اخويا، ولكن كتبقى البلاد هي اللي زوينه فهمتي، خص تكون عندك دار زوينه وعندك شي بانكا زوينه فيها الفلوس زوينه وشي معرفه زوينه وصافي، راه ما كاين لا امريكا لا كندا. واش يكمل الاخر.